الأول بعد السنة اللي احنا عشنا فيها، لأن هو الوحيد اللي على الساحة الموجود دلوقتي أفضل واحد من ناحية الخبرة، من ناحية التفكير الاستراتيجي، من ناحية حمل الأمانة، كل حاجة. فده عشان إن هو يستجيب للحملة ويستجيب للضغط الشعبي إن هو يبقى شغال. طب العدد اللي ناويين تجمعوه بعد كده هتاخدوا خطوات تانية، إيه العدد المتفق الإجماع عليه أو العدد اللي تجمعوه بعد؟ هو احنا ان شاء الله يعني ناويين ان يبقى 30 يعني مليون استماره وتوقيع، وان شاء الله هنعمل اكتر من كده. ما بعد جمع التوقيعات، ما بعد جمع